اليوم السابع برومو التريلر الأول لفيلم جيمس بوند الجديد لرامي مالك ودانيال كريج. طرحت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند البرومو الخاص بتريلر فيلم No Time to Die عبر موقع يوتيوب تمهيداً لطرحه كاملاً يوم الأربعاء المقبل. وظهر الممثل البريطاني دانيال كريج الذي يجسد دور الجاسوس البريطاني جيمس بوند وهو يتفادى الموت أثناء قيادته لموتوسيكله. هناك لقطة أظهرت النجم العالمي ذو أصول مصرية رامي مالك الذي يجسد دور الشرير.